من سلسلة حلقات الغدة الدرقية الثالوث جلاند، عندنا اليوم الحلقة الرابعة حول تكملة للحلقة الثالثة اللي هو حول فحص الثايروغلوبيولين، واللي هي قلنا بعض الحالات اللي ما ممكن نعتمد على هذا الفحص مع تشخيص والتأكد من سرطان الغدة الدرقية. السلام عليكم، إن شاء الله كلكم بخير وعافية. الحلقة الرابعة عن الغدة الدرقية هي تكملة لفحص الثايروغلوبين تيست. طبعا هو هذا الفحص هو جدا مهم، وتكلمنا عليه بالحلقة السابقة انه مهم للاطباء في متابعة والتأكد من سرطان الغدة الدرقية الخبيث، وقلنا مهم انه الاطباء يطلبون هذا الفحص من الاشخاص بعد عملية استئصال الغدة بالكامل للتأكد انه تم التخلص من الخلايا السرطانية السامة للغدة ام لم يتم التخلص. ونوهنا انه هذا الفحص انه احنا ما نقدر نعتمد عليه بعض الحالات. زين، شنو هاي الحاله؟ حاله مهمه، وهي الاشخاص اللي يعانون من امراض الغده الدرقيه ذات اسباب مناعيه، ما ممكن ان يعتمدون فحص الثايروغلوبولين وين بالتاكد من اورام الغده الدرقيه الخبيثه. خلينا نفهمها واحده واحده. عندنا فحص الثايروغلوبولين هو جدا مهم حتى يتأكدون من سرطان الخبيث والغدة الدرقية، لكن اكو ناس شو يعانون؟ يعانون من امراض مناعية. جهاز المناعي راح يكون اجسام مضادة تجاه البروتين الثايروغلوبولين، وبالتالي راح يصير فحص اخر وهو الانتي ثايروغلوبولين. يعني اكو تحليل ثايروغلوبولين واكو فحص اخر اسمه الانتي ثايروغلوبولين. اذا الاشخاص اللي هم يعانون من امراض مناعة ذاتية ما يصير نسوي لهم ثايروغلوبولين حتى لتشخيص اللي هي اورام الغده الدرقيه الخبيثه. وعليه صار عندنا تحليلين، الثايروغلوبولين اللي هو مهم للمن للاشخاص المصابين بسرطان الغده الخبيث، وقلنا ما نقدر نعتمده ايش وقت اذا الاشخاص يعانون من امراض مناعه ذاتيه تجاه الغده الدرقيه، وخصوصا اللي عندهم الانتي ثايروغلوبولين شنو ايجابي. زين، فحص الانتي ثايروغلوبولين ايضا مهم، نعم جدا مهم للاشخاص اللي عندهم ايضا اضطرابات بالغده الدرقيه، سواء كان خمول او فرط وين في الغده الدرقيه. اوكي، نلتقيكم بحلقه اخرى من تحاليل الغده الدرقيه. تحياتي لكم استاذ علي.